السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حموصة.com من جديد، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من تجربة شراء جاكيت من الانترنت. هذا الفيديو سوف نخصصه لإعطاء تقرير عن الجاكيت وكذلك عمل انبوكسين لها. سوف نتحدث عن كم من الوقت استلزمك لتصل إلى المغرب، وأيضا سوف نعطي تقييم حول الجودة وحول المواصفات، يعني هل ما قمنا بالشراء هو ما وصلنا اليوم. سوف ندخل على موقع الإكسبرس لكي نصل إلى رابط الجاكيت. سوف ننقر على نمرر الماوس بجنب اللوجين الخاص بنا My Orders، ننقر على My Orders، نقوم بالبحث عن الأوردر، وبالتالي ننقر على View Details or Confirm Order Received. هذه هي الواجهة. كما تشاهدون معي 38 يوم و 18 ساعة هو الوقت المتبقي لكي يتم فتح الديسبيوت، ومعنى الديسبيوت أنه في حالة لم يصلك المنتج في خضم هذه المدة يجب عليك أن تقوم بفتح الديسبيوت. هناك طريقة أخرى وهي أن تقوم بطلب Request to Extend Delivery Date، معنى ذلك أن تطلب من البائع أن يقوم بتمديد مدة التي يصلك في المنتج. نحن تأخرنا في كتابة هذا أو بتسجيل هذا الريفيو لأن المنتج وصل يوم الجمعة، يوم الجمعة كان في الشهر شتنبر 20، يعني تأخرنا تقريبا 3 أيام، وذلك بسبب بعض المشاكل. سوف نقوم يعني مدة الشحن، قمنا بعملية الشراء، دعوني أبحث لمتى قمنا بعملية الشراء. قمنا بعملية الشراء يوم 31 غشت، وصلت يوم 20 شتنبر، تقريبا نفترض على 20 يوم معنا الشحن المجاني. طريقة عمل أو تأكيد على أن المنتج وصل، نقوم بتحديده، وبالتالي ننقر على Confirm Order Received، ننقر على Submit، نقوم بإعطاء فيدباك للمنتج، نقوم باختيار مدى تقييمنا أو مدى ارتياحنا عن انطباعنا حول الخدمات التي قدمها لهذا البائع. أنا سوف أعطيك سنت لأن المنتج وصل في خضم تقريبا 18 أو 20 يوم، وهذا أمر جيد. فنقول كذا How accurate was the product description؟ المنتج تقريبا 100% مشابه لما هو موضح في الصورة، أي بمعنى ما هو معروض في الوصف هو نفس ما توصلت به. أنا اخترت اللون الأبيض السايز XL، نفس الأمر ما توصلت به، يعني accuracy أيضا هو ما طلبت. How satisfied with your seller communication؟ البائع ولو أنه لم يتحدث معي كثيرا وطلبت منه أن يقوم بالتخفيض ولم يقم بذلك، الشحن كان تقريبا لم يكن مجاني على ما أظن، لكن سوف نعطيه very satisfied. How quickly did the seller ship the item؟ مدة الشحن تقريبا 18 أو 20 يوم، بالنسبة لأنه مجاني فهذا ليس مشكل، 20 يوم يعني هذا ليس مشكل. سوف نقوم هنا بكتابة رسالة صغيرة نقترع على الناس أن يقوموا بعملية الشراء أو نعطي انطباعنا حول البائع. نحن سوف نقوم بكتابة رسالة فيها سطرين أو 3 أسطر، نقترح على الناس أن يقوموا بعملية الشراء، وسوف نصف فيها انطباعنا حول المنتج.